النهارده جاي اتكلم عن المكون السحري لاي بشره، اي واحده بقى عايزه بشرتها كده زي النجمات وسر جمالهم هو الهيالورونيك اسيد. انفينيتي عملت روتين كامل من الهيالورونيك اسيد زي ما انتم شايفين، الكريم وكريم العين وكمان السيرم، كل ده هنتكلم عليه النهارده. لو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وتعالي نتكلم عن المنتجات دي. تنفع لكل بشره ولا بشرات وبشرات، وفعلا بتجيب نتيجه؟ هو 2% هيالورونيك اسيد ولا لا؟ كل حاجه هنتكلم عليها النهارده، فيلا بينا نبتدي الفيديو. ما تنسيش لو اي سؤال في الدنيا اكتبيه تحت في الكومنتات، او على انستجرام والفيسبوك كمان سناب شات موجودين تحت في صندوق الوصف، ويلا بينا نبتدي الفيديو. فوائد ايه اساسا الهيالورونيك اسيد؟ ليه اجيب كل حاجه فيها هيالورونيك اسيد؟ رطب البشره كويس جدا، والترطيب ده مهم جدا انه ما يطلعش خطوط، ما يطلعش تجاعيد، بيحافظ على البشره تبقى مشدوده، بيحافظ على الروابط بتاعه الخلايا بتاعه البشره. تاني حاجه طبعا احنا بنستعمل ديرمارول ديرمابان، بيقول لك على طول استعملي بعديها هيالورونيك اسيد، بلاش فجاه تستعملي فيتامين سي بيحرق البشره جدا جدا وبيعمل لك التهاب. لازم بعد الديرمارول او الديرمابان نستعمل على طول الهيالورونيك اسيد، لانه بيسرع من عمليه شفاء الجروح. يعني وشك بدل ما بيقعد مثلا اسبوع هيقعد 4 ايام، انت مره هتلاقي النتيجه تحفه، نتيجه رهيبه بتاعت الهيالورونيك اسيد بالذات. وقت الروتين بتاعك داخل فيه سيروم الهيالورونيك دوت حجم الشفايف، انا دي جربتها بنفسي واتكلمت عليها في فيديو قبل كده صغير كده 15 ثانيه، حطيت سيروم الهيالورونيك اسيد بالليل ووراه على طول فازلين، بجد بجد بيخلي حجم الشفايف كبير، وده حبيته جدا وبيداري اي خطوط كده في الشفايف، فدي حركه جامده جدا وهتجربوها هتعجب. تاني حاجه انه بيزود نضاره البشره. يعني ايه نضاره؟ وشك فيه حيويه، ما فيهوش خشونه، جلدك مش ناشف، النشوفيه بتاعت الجلد دي هي اللي بتعمل خطوط في تجاعيد. دايما عندهم خطوط كتير، انا عندي خطوط تحت عيني، عندي خطوط ابتسامه، واول ما بتحط كريم ترطيب الخطوط دي بتختفي، دي اسمها خطوط مؤقته او خطوط الجفاف، اللي بيعملها قله الترطيب، فلازم ترطيب كويس عشان الخطوط الجفاف دي. انت متخيله ان انت عندك تجاعيد وانت ما عندكش تجاعيد اصلا، انت بس محتاجه ترطيب مضاعف او ترطيب كويس. طب نتكلم بقى على حاجه انا شاريه بفلوسي عشان محدش يقول ده اعلان ومش اعلان. طبعا اول حاجه ده سيروم الهيالورونيك اسيد، وده سعره 390 جنيه، وهنا مش كاتبين المكونات بالظبط قوي، فلازم ادخل على الويب سايت علشان اقرا المكونات. طبعا هنا كاتبين كل المكونات بس انا عايزه اعرف النسب، بحب اعرف اي حاجه طالع وشي النسبه اللي فيها قد ايه. فهنخش كده على الموقع بتاعهم وهنقرا منه المكونات. اول حاجه المكونات الموجوده في اسمه الكولاجين البحري 2% والهيالورونيك 2%، وكمان في ميه بنسبه 2%، كل حاجه 2%، وعطر عشبي. عطر عشبي ده ما بيسببش تهيج للبشره، النسبه بتاعته قليله جدا، وكمان في فيتامين اي اوكي، ونسبه حمايه من الشمس 30%. 30% دي مش نسبه قويه قوي، برضو لازم ناخد في اعتبارنا ان انت بتحطي كريم شمس وبتحطي كريم مرطب، فانت لازم تاخدي بالك كويس قوي. ده يستعمل مرتين في طريقه الاستعمال بتاعته، مرتين في اليوم بتستعمليه الصبح وبالليل، بيرطب او بيرطب حلو جدا وكويس جدا جدا جدا، بس بشره مبلوله، يعني وشك يكون فيه ميه كده، وتحطي نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، وتعملي وشك كله تمام. تمام، الكريم نفس مكونات السيروم طبعا، 2% هيالورونيك اسيد وفيتامين اي طبعا، وفي حمايه من اشعه الشمس طبعا، الحمايه دي قليله محدش يعتمد عليها خالص خالص خالص. تاني حاجه بقى الكريم بتاعه خفيف قوي، انت عندك خطوط واول ما حطيتي الكريم بتاع الهيالورونيك اسيد ده يعني كل خطوط اختفت، تعرفي ان انت عندك حاجه اسمها خطوط الجفاف. خطوط الجفاف دي بتيجي من قله الترطيب بتاعه البشره. اول حاجه انا لازم ارج رجه كده علشان هو في ميه جوه، فالميه بتخلي المنتج زي ما تقولي كده سايب، يعني مره عملته من غير ما ارجه لقيته ميه، نزلت ميه، فخدوا بالكم. بصوا اهو، شايفين شايفين حته قد ايه بتفرد، وخفيف قوي قوي قوي، وبيشرب البشره بسرعه، وبتحطي تحت الميك اب الكونسيلر ما بيخططش. عجبني عشان كده، ده عجبني عشان كده، ده خطير اهو، ده حلو قوي، والكميه بتاعته كبيره، ولا دي شكل العلبه من جوه انا مش عارف، بس الكميه بتاعته حلوه جدا وكبيره جدا جدا، شكلها محترم قوي. عجبني الكريم ده، الكريم ده اللي الناس كلها بتتجنن عليه، بيقولوا عليه حلو جدا. انا بس هقول حاجه شخصيه جربتها، انا ما ينفعش معايا، وحسيت ببشرتي ناشفه جدا جدا، ده ينفع للناس لاصحاب البشره الدهنيه، اصحاب البشره الدهنيه المختلطه اوكي. انت عايزه بشرتك تحطي كريم مرطب من غير ما يطلع لها حبوب، تجيبي الكريم بتاع الهيالورونيك ده بتاع انا معايا ما جابش نتيجه خالص، ده حجمه حلو ومحترم. ده سعره كام؟ ده سعره 325 جنيه، وسعره 370 جنيه تمام. طيب
كريم، الكريم المرطب ده برضو لازم ارجه رجه كده علشان فيه نسبه ميه، وطبعا نسبه الميه دي غير الهيالورونيك اسيد، وده بيتحط على بشره ملديه برضو. كل اللي انت شايفاه ده بيتحط على بشره، بشرتك لازم تكون ملديه عشان تاخدي النتيجه الكويسه منه. ده الكريم الوحيد اللي جربته من انفينيتي بجد للبشره الدهنيه، ما اقولكوش ده مش هيطلع لك حبايه. الاصحاب البشره الدهنيه اللي ما بيحبوش الملمس الدهني وكمان ما بيعملش اثر دهني، فده عجبني جدا. بصوا بقى ملمسه، هو ده بيمتص البشره بسرعه رهيبه بجد، رهيبه جدا جدا جدا. هو ده انسي بصحاب البشره الدهنيه، بس بشرتك الجافه مش هينفع معاكي. انا بقول بس ممكن تجيبي الهايرونيك اسيد ده مع اي كريم تاني للبشره الجافه زي موست وان مثلا، تجيبي كريم شان كريم، الكريم ده للناس اللي بشرتهم جافه هتحسي بالجفاف اكتر زي حالاتي بالظبط. انا بشرتي حطيته حاسه اني ما حطيتش حاجه، حاسه اني ما فيش حاجه على بشرتي، فما تعمليش زيي وتجيبيه. فانا جبت ودفعت فلوس على الفاضي وهديه ان شاء الله لواحده صاحبتي، بس انا ما ينفعش معايا. انا الله هو نفس المكونات اللي في السيرم ونفس مكونات اللي في كريم العين، انت متخيل نفس المكونات بالظبط. انا مش عارفه ايه الكريم ده مش جاي معايا نتيجه ليه، لو ان كريم العين حلو جدا وبجد بيرطب جدا جدا، وقعد ترطيبه كتير قوي قوي قوي. الهايرونيك اسيد السيرم بتاعهم بيرطب فوق ال5 ساعات، فانت بيعمل حسابك ما تحسيش ان انت هتقعدي مثلا طول اليوم مترطبه، لا هو ترطيبه لمده 5 ساعات. كريم العين كذلك 5 ساعات. نصيحه مهمه جدا، اعرفي بشرتك انت لو بشرتك من النوع اللي بتجف بسرعه او مختلطه جافه زي حالتي كده بيبقى فيها جفاف وحاسه ان في جفاف، لان احنا بنستعمل ريتينول، الريتينول بيجفف البشره، فلازم كريم مرطب قوي. ده الكريم ده مش هينفع معاكي. كريم العين هيبقى حلو معاكي لو انت بتحطي ميك اب وبتحطي حاجات على بشرتك. السيرم الهيالورونيك اسيد ده عظيم عظيم للبشره، جربيه هيفرق معاكي جدا جدا جدا. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. انا مين، انا ياسمين، واستنيك الفيديو الجاي. باي باي.